حسين السيد. نعم ومش انه يمكن اقصره ساعتها كان تاثرا بيه كان حسين السيد، لان انا حسيت ان انا بعد فتره من الاوقات ان انا كتاباتي بتميل للناحيه الدراميه او اللي هي فيها حدوته او فيها قصه، دي كانت بتستهويني. انا دايما كنت بدور على الحاجه اللي ممكن تكون حصلت لناس كتيره، فقلت ان ده اقدر انجز قدر كبير جدا من الناس ان هو يستوعب حاجاتي لو حس ان الكلمات دي بتعبر عنه وبتعبر عن غيره وعن غيره، ان الموضوع ده ممكن يكون حصل معايا. فكان حسين السيد عبقري بالنسبه لي. انا كنت يعني انا عجبت بالاعمال بتاعته من غير ما اعرف مين اللي كاتبها، يعني لما سمعت اغنيه فاتت جنب بلال عبد الحليم دورت يعني مين اللي كتبها، فشفت الكلمات شدتك في الاول شويه، اللون ده كان عاجبني، اللون ده كان شدني. انا كنت حاسس ان انا ممكن لو فيما بعد لقيت ان انا اكتب شكل اغنيه هكتب نفس النوعيه دي او النوعيه دي اللي بتستوي. برضه لما سمعت اغنيه ساكن قصاد اللي بحبه برضه حسين السيد. نعم طبعا الشعراء التانيين مرسي جميل عزيز ومرون الشناوي وسمير محجوب واللي كانوا موجودين فيما بعد عبد الوهاب محمد الى بقى مرورا الجيل الحالي ايمن بهجت قمر امير طعيمه بهاء الدين محمد يعني نادر عبد الله، كل دول طبعا سرقوا بصمه. يمكن برضو حتى يعني حكايه الحق برضو يمكن حتى في الجيل الحالي او فتره التسعينات او الفينات انا برضو عصرتها بقى يعني مع الشريط الكاسيت والالبومات الغنائيه وكده، برضو كان بيستهويني برضو بهاء الدين محمد برضو. نعم انا كنت على وشك السؤال لمن تقرا